يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض مدن الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى فيها 36، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 22، مطروح 30، 23، بورسعيد 33، 26، الإسماعيلية 38، 24. أما في السويس 37، 23، العريش 34، 22، طابة 34، 24، شرم الشيخ 39، 28، الغردقة 39، 27. وفي الأقصر 41، 27، أسوان 41، 28، الوادي الجديد 39، 25، شلاتين 37، 27، وأخيرا حلايب 35، 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.